بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ناس كتير كلمتني على موضوع الدورة الصفراء والدورة البيضاء، وهل هي تنفع دي مكان ديت، وايه المميزات والعيوب بين الدورة البيضاء والدورة الصفراء. فطبعا ان شاء الله الفيديو ده هنكلمكم على النوعين دول، وايه المميزات وايه العيوب بين دي وبين ديت، وايه الفرق بين الصفراء والبيضاء، وتحط قد ايه برضو على العلف. ان شاء الله نعمل كام فيديو طبعا عشان مشكلة العلف والارتفاع اسعارها، والناس اللي طبعا عندها تسمين او حلاب عايزين يعرفوا برضو يعملوا ايه بالنسبة لخلطة التسمين او خلطة الحلاب. ان شاء الله يبقى نظام فيديوهين، يعني في الاول فيديو ده هنعرف برضو الفرق بين الدورة البيضاء والدورة الصفراء، وبعد كده واحدة واحدة ان شاء الله هقول لكم ان الحيوان ده بيحتاج ايه بالظبط. اي حيوان في الدنيا او اي كائن حي بيحتاج الى طاقة وبروتين واملاح معدنيه وميه وهواء والكلام ده كله. الطاقه، مصادر الطاقه كتير، منها الذره دي اهم مصدر، مصادر الطاقه الذره سواء كانت بيضه او صفرة مصدر طاقه، البلح مصدر طاقه، حاجات الشعير مصدر طاقه، ففي حاجات كتير كده اللي هي مصدر للطاقه. مصدر البروتين اللي هو الفول الصويا، فول البلدي، الرده، كزب، بذرة القطن، الكتان، في حاجات كده ان شاء الله في فيديو تاني هبقى اعرفكم المصادر الطاقة ايه ومصادر البروتين ايه. فهناخد الذرة البيضاء. طبعا الذرة البيضاء زي ما قلنا من انواع الذرة الحلوة، موسمها قصير يعني مأخرها 100 يوم تقريبا او من 90 100 يوم تقريبا، الموسم بتاعها يعني تتزرع في مده قصيره. يعني دي ميزه من مميزات الذره عموما، سواء كانت بس الذره البيضاء طبعا بتبقى ايه لها طعم حلو كده. الاستخدام بين الذره، ايه الفرق يعني، او ايه اللي بيفرق في الاستخدام بين الذره البيضاء والذره الصفراء؟ طبعا نسبه النشا، نسبه النشا في كل نوع. الذرة البيضاء طبعا بتحتوي على ايه، كميه نشا قليله من كميه قليله من النشا ومستوى منخفض من النشا، لان معظم النشا اللي فيها متحول لسكر، عشان كده بيبقى طعمها حلو فعلا مميز. يعني بتحتوي على مستوى اقل من البيتا كاروتين وفيتامين الف، طبعا مقارنه بالذرة الصفراء اللي بيدي اللون الاصفر ده اللي هو فيتامين الف طبعا، والبيتا كاروتين هم اللي بيميزوا الذره الصفراء. المكونات او السعر الحراري، الطاقه اللي في الذره البيضاء 66 سعر حراري، لو جبنا 100 جرام ذره بيضاء، لو جبنا 100 جرام هنلاقي منها 66 سعر حراري، 19 جرام كربوهيدرات، 3 جرام سكر، وطبعا الالياف فيها الياف وفيها بروتين 3 جرام، حديد، كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، فوسفور، زنك، سيلينيوم، فيتامين كاف، كل دي طبعا موجوده في الذره البيضاء. طبعا الفوائد بتاعتها بالنسبه للانسان، ان الذره البيضاء دي سبحان الله يعني حتى في الانسان يعني مهمه وفيها لها فوائد كتيره. يعني تخيلوا ان عشان نسبه الالياف العاليه اللي فيها، لو الانسان كان ذره مثلا مشويه وحاجات دي بتمنع الامساك، وممكن تعالج تستخدم في علاج البواسير يعني، وممكن تحمي برضو من ارتفاع ضغط الدم، ممكن بتنزل الوزن عشان هي مصدر للطاقة فغنية بالألياف وكمية سعرات الحرارية فيها أقل من الذرة الصفراء، برضو بتحمي من عملية فقر الدم، لأن مصدر طبعا ممتاز فيه حمض فوليك فيها، فبتعمل حماية من فقر الدم، وممكن تساعد على تكوين كرات دم جديدة، بتحسن طبعا صحة القلب عشان بتقلل مستوى الكوليسترول في الدم. دي حاجات دراسات بتقول الكلام ده كله. طبعا طبعا العلف المركز، الذره دي بتمثل من 50 ل 70% من العلف المركز. دي الذره البيضاء ومميزاتها والسعرات الحراريه اللي فيها. بالنسبه للذره الصفراء زي ما قلنا، طبعا اسباب نجاح الذره الصفراء كعلف للحيوان ان هي قابليه عاليه للهضم، عندها في قابليه عاليه للهضم ودوره حياه قصيره زي برضو الذره البيضاء، وفيها كتلة حيوية عالية وتركيز عالي من العناصر المغذية ذات المذاق جيد. طبعا بيبقى فيها بقى كربوهيدرات من 70 ل 87% كربوهيدرات اللي هو النشا، عشان كده الفرق بين الذرة الصفراء والذرة البيضاء، دي النشا بتاعها زي ما هو، دي في الذرة البيضاء بيتحول لسكريات. تمام، فيها من 6 ل 13% بروتين. طب احنا قلنا الذره البيضاء كام؟ 3 جرام في كل، لو كل 100 جرام 3 جرام
البروتين بالنسبة للذرة البيضاء قلنا 3.2 لكل 100 جرام، إنما هنا طبعا نسبة بروتين من 6 ل 13% بروتين بالنسبة للذرة الصفراء. طبعا كل المميزات بتشير إن الذرة الصفراء أفضل، طبعا فيها 4% دهون، 2 ل 6% زيت، من 1 ل 3% سكر. كل 100 جرام من الذرة الصفراء بيحتوي على 365 سعر حراري. طبعا غنية جدا بالرايبوفلافين، بالفوسفور، بالبوتاسيوم، بالحديد، بالكالسيوم، بالزنك، فيتامين ب، كمية كبيرة من فيتامين ألف والكاروتين اللي هو بيديها اللون الأصفر بتاعها. كل 100 جرام ذرة صفر زي ما قلنا 365 سعر حراري، 10 جرام مية، 9 جرام بروتين، دهون 4%، 4 جرام كربوهيدرات، 74 ألياف 7 جرام. فوائدها الإنسان إن هي مضاد أكسدة وفيها نسبة ألياف عالية وفيها نسبة بروتين. طبعا فيها محتوى عالي من البروتين، يعني ممكن لو واحد الناس اللي هم النباتيين دول اللي هم طبعا ما بياكلوش لحوم عايزين بروتين يعتمدوا عليه طبعا لأنه ما بياكلش لحمة، فبيمكن ياخدوا من الذرة الصفراء. نسبة البروتين دي في الذرة الصفراء تغني عن البروتين الحيواني بالنسبة للناس النباتية، يعني يقول لك أنا نباتي. فوائد الذرة طبعا ان هي اهم فايدة واهم شيء السلاج. السلاج بيتعمل سواء من الذرة الصفراء او الذرة البيضاء، اهم منتج بيطلع السلاج ده وتغذية مباشرة على العلف الاخضر بالنسبة للحيوان. الحاجة التانية طبعا اللي هو التغذية على الحبوب، ان احنا ممكن نستخدم حب ندشها، تستخدم للفراخ، تستخدم للحيوانات الصغيرة اللي زي الاغنام والماعز، واستخدم في صناعة الأعلاف طبعا بتدش. في نواتج سنوية للطحن، لما بتطحن الغلة ديت أو بتخش في عمليات التصنيع سواء كان طحن ناعم أو طحن خشن، بتنتج الزيت وتعمل ويستخدم في تغذية الحيوانات. وأهم المنتجات كزب الذرة، النخالة، الجلوتين الملاس، وبرضه حتى الكلوح والسقام بتاعتها بتستخدم في عملية تغذية الحيوان. وقلنا إن هي بتمثل من 50 ل 70% في العلف المركز. طبعا ده الفرق بين الذرة البيضاء والذرة الصفراء. طبعا دايما لو في سواء كان حلاب او تسمين احنا بنحط 50% ذرة صفراء، ده اقل نسبة من 50 ل 70. انا دايما اي خلطة بوصي بيها لاي حد من الزملاء بقول له حط 50% ذرة صفراء وحط 300 ردة وحط 100 صويا ومية بذرة قطن، دي بتديك خلطة بتديك 16 ل 17% بروتين. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعرفكم ازاي تعمل تركب علفة، ولو في اي استفسار تحت امركم، يعني مفيش مشكلة او حد يتواصل معايا. طبعا لما بقول لحد يتواصل معايا واتس بيبقى فيه كلام كتير انا مش هقدر اكتب على التعليقات على القناة. لما بقول لحد خد الرقم بتاعه وتواصل مع واتس ما يزعلش، لا بالعكس، انا عايز في كلام كتير عايز اوضحه او في حاجات عايز اعرفها منك مش هينفع اقول لك اكتبها لي على القناة، بيبقى ايه صعبة شوية يعني. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم، تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.